واحد يقول بماذا تنصحني قداستكم؟ فأنا في بعض الأحيان أشك في الإيمان وفي الطقوس الكنسية، وأحيانا أشعر بأن خدمتي بلا فائدة وأنني عضو غير مهم، فأنا متردد ومهزوز في كل تجربة يحارب بها الشيطان. طب وبتخدم ازاي وانت مهزوز؟ معلش، ان كنت تشك احيانا جايز الشك ده يكون حرب من الشيطان مش من داخل قلبك يعني. فقاوموه ثابتين في الايمان. وفي الطقوس الكنسية مفروض تدرس الطقوس، يعني ما تاخدهاش كشيء مسلم به فقط، انما تدرس ايه الحكمة في الطقس، وايه روحانية الطقس، وايه رموز الطقس، والمقصود به ايه الى اخره.